السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا وين بعد ما الناس خرجوا قال لك انتم راكم ديروا منا وانتم راكم تخلطوا وانتم راكم من وانتم راكم من. معليش 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 معليش، بصح حنا قضية تاع عقويري 30 ديسمبر 2023، هاي الوالي شوفوا اول السيت هو احنا ما حاول اول عليك عليك هاي اقرا هاي شوف او تقراو ولا تقراو هاي لا نقول لكم شغل لا سلام وتشكر هنا ما قالوا قالك بلي تلقى يعني ومتمنين له النجاح وشرف كبير للنادي، وما قالوا بلي رانا رسلنا بيلو، ما قالوا بلي راه مريض، ما قالوا على عيطوا له راه مبليسي، ما قالوا من ما قالوا خلوه لنا، ما قالوا حتى حاجه. مناو له النجاح، فرحوا له كي راح زوار من فرنسا، ها ولد مكه اعتمر، ها ولد دخل للجزائر وفرحان وقال بلي يا ودي حنا رانا واجدين باش نلمو كوب دا باش نلمو كوب دافريك وغادي نديرو وغادي نعملو كوب دافريك وكلش. هدرها كيما قويري، هذا قويري هدرت الهدرة، مشي احمد هدرها ودي واو لله مشي انا هدرتها. حتى المدرب في الندوة الصحافية ما قالش بلي كاين لاعب مبليسي، ما كاش كاين لاعب مبليسي، قال بلي مبليسي لا ما كاش كاين لاعب مبليسي. حتى اللعاب تاعنا حتى المدرب وما كاش بلي قويري راه مبليسي، طلبوا ربي ان شاء الله اصابه تاعو ما تكونش خطيره. قالها ولا ما قالهاش ما تقولوا لنا قالها فاليك، ما تقولوا لنا قال فاليك، قولوا لنا قال واو لله. على هذيك رانا نقول لكم بلي يا ودي معليش احنا كاع بنادم كاع يغلط ويكذب ولا منا بصح ماشي كذبه كذبه كيما اللي متكذب على بالك، حرام باش تكذب على 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 45 مليون جزائري او بنادم يجي يكذب عليك كذبه كاع مكاجيون. لا ما كان لا اصابه لا لهم يحزنون، هذه هي ما كان لا اصابه لا والو. هاي لا وراي وين قويري، انا مشتاق لاكتشاف افريقيا ولافراح الشعب الجزائري واكون من اسباب في افراح الشعب الجزائري. ها هو لا قويري قالها، ماشي احمد قالها، ها هو لا قويري قالها خويا، ماشي انا هدرت، انا ما هدرناش حنا ما هدرناش، هذه هي. غادي تقولوا لنا لا منا لا مليه، كاينه منها هذا وراي. ها هو السيت، روحوا دخلوا للسيت تاع ران، السيت تاع ران 30 ديسمبر 2023، وشوفوا الا قال لك بلي رسلنا بيلون ولا قال لك منا ولا حنا رقدنا نوضنا قال لك زوالا مبليسي. ندوه صحابيه كوش معنا كو مدرب قالها، كو قال بلي لعابه مبليسي، رانا نشوفوا اطباء، رانا كيما راه الضربه تاع مقني هذاك 2010، الشعب كاع الجزائر كومبلي تقارع المقني وقارعوا يعني يخرج الخبر يا يلعب يا ما يلعبش. حتى سعدنا سعدان خرج ولا يبكي باك تعقلوا عليها، قال لك يا ودي ما غاديش نلعب، ماشي يجينا طالعين رايحين للطياره. قال لكم زوار وقيلا التبليسه زوار لعاب، خاطش علاه فما كان كيسموه كان محرز وكان ادم والناس وكان عوار ينيقوصو معاه باش يتنازل ويركب معاه ويجي في الطياره يهود معاه. وعقلوا عليها، شو الا قعد هذا المدرب قويلي عمره لا غادي يكون في ليكيب ناسيونال، قويلي عمره لا يكون في ليكيب ناسيونال. عقلوا عليها بلاش راني نقول لكم، يدخل مع الضحايا زلزال 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 تاع المدرب سموه زلزال كاترينا اللي دا ابراهيمي ودا دا اللي ديرو ودا بالرحمه ودا هذه هي.
وانفجر تقرير صحيفة مفاجأة مدوية بالكشف عما دار خلف الكواليس بين هذا المدرب والمحترف نادي ستاد ران الفرنسي أمين جويري قبل أن يسقط يعني ويستيقظ الرأي العام والجمهور كرة القدم في الجزائر على خبر انسحاب الشاب يعني جويري من معسكر محاربي الصحراء، وذلك كما جاء في البيان الفاض لمعاناة اللعاب من إصابة قادمة. كلا إصابة قادمة لا جديدة، جوار العب فرشتوا بها، خرجوا هذوك يتنابحوا هذوك البراك، هذا خرجوا ذاك البراك خرج قاعد يتنابح. قويري قدم أداء جيد، شاهد قويري، شاهد عندما ينطلق قويري، شاهد واحد قال لي انت يا تهدر مع بابه، لو كان نهدر واش عندي، واحد شفتو في لي كومونتير قال لي انت مضاري تهدر مع بابه، هدر يعطيك الخبر، لو كان نهدر فلكي يخرج يدير ندوه صحفيه ويقول لهم قوبلي واعلام وقارو وفراس وكلش، ها خليها كيما قصاي ولي يدير، يعاود يدير ندوه صحفيه بالي خلي راه لاهي، خاطش لو كان نهدر واش كاين واش صرا، لو كان نهدر واش صرا، انت اللي قلت لي بلي انت مزاري تهدر مع باه، واه نهدر مع باه ونهدر مع عمو ونهدر مع عائله عوار لليوم نهدر معاهم، واه نهدر مع نورمال، نهدر مع عم محرز، نهدر مع الاب تاع مع الحاج يعني تاع مع باباه مع ادم والناس، نهدر مع نورمال عادي، وين راه شتاكشك حاسبهم حاجه مساهمه نورمال والله لا عادي، نتوما برك نتوما الشكام تبانوا بلي يعني راه في القمر، غير الشكام برك، وما انت ما تحقر روحك وما ما يحقروك وانت ما تحقرهم وما ما يحقروك، تهدر معهم نورمال عادي، لو كان نهدر واش راني عارف، قضيه تاع قويري اقسم لكم بالله غدوه ان شاء الله يدير نهدر اليوم وغدوه ان شاء الله يدير ندوه صحابيه يكبسها، ها درابو ها قهوه قوبلي ها فراس ها الدخان يخليه راه لاهي راه يدير لهم فوس ومنا يخلينا معاه، خليهم يسهل وقالنا هضروا بعض، ليه خلي كيما يقول خلي البير مغطي. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة الفيسبوك خروج قويري من المعسكر، وبالتزامن مع تكتم الفاظ عن طبيعة إصابة قويري، نقلت منصة يعني من مصادر داخل اتحاد كرة أن هناك عدة أمور قد حدثت داخل معسكر محاربي الصحراء خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها ما وصف بغضب أمين وعدم تقبله لبعض قرارات الفنية مثل فكرة عدم الحصول على وعد أو ضمان من قبل هذا المشرف. وفي ختام وين أشار أن قويري فضل البقاء في غرفته على التواجد في ودية سيدي موسى، وربط ذلك بقرار المدرب بتواجده في المرتبة الثالثة في القائمة اختياراته المفضلة في مركز جناح أيسر المهاجم، وبعدها أخبر يعني أخير الطاقم بأنه يعاني من إصابة قديمة ومن وعد سوال عصرة عادية، ونقولوا بلي صراو أمور انت راك جايب لعاب، أنا قلت لكم بلي 25 لعاب، نهار اللي قلت لكم 25 لعاب ناس كذبوني، خرجت صح 25، انت راك جايب نتايا هذا قويري جابه فتو يزوق به القائمة فتو الشعب ما يهتز، كيف قويري جابه صعرب كيفاش حرب مريح من راسه، باش يبقى مريح من راسه ضربك يدير بلايلي في التريبيل غادي بلايلي نوض له، يدير عموره يدير قويري الشعب ينوض، عموره الشعب ينوض له، يدير محل يدير بلايلي الشعب لازم تتساهموا وتصوروا حسره، خلونا رانا صايب، خلونا ربي انا الله يجعل تفوت على خير وصايب، وما انا نهار الاول يعني بالك اللي في عام قلت لكم جماعه قلت لكم اللعابه معظم اللعابه تاع 2019 غادي تشوفوهم 2024، ها راهي صح ما يشكل غادي تشوفوا عطال على الجهه اليمنى، اي تنوري تشوفوا زوج برك زياده، زوج اللي ما كانوا يشاركوش اي تنوري وبنطال، والاخرين قاعد تسيبهم كاع
كاش كاع اشكال كاع كاع نتوما الحاجه غير نشوفوها صعيبه عندهم شي صعيبه كاع. انا نقول لكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي. صحيح.